سنوات بعد من خلال الجامعة، منهم من سيلتحقوا إن شاء الله بمدارس عليا. دأبت المنظمة العلوية لرعاية المكوفين على تنظيمه في نهاية كل موسم دراسي لتكريم المتوجين وتكريم المتوجون والمتفوقين من التلاميذ والتلميذات الذين يمثلون المعاهد التابعة لهذه المنظمة، وعددها 13 معهد عبر ربوع المملكة. والإيجابي في هذه التظاهرة هي أنها تكرم فئة من التلاميذ كرسوا عملهم من أجل التحدي ومجاهبة كل صعاب الحياة العامة من أجل تحقيق النتائج التي أسفرت عن نجاح بنسبة 100% لكل المرشحين البكالوريا منذ الدورة الأولى، دون حاجتهم إلى اللجوء إلى الدورة الاستدراكية أو إعادة وتكرار السنة. وهي ميزة حققها هؤلاء التلاميذ منذ 3 سنوات، فهذه 3 سنوات ونحن في معاهد المنظمة العلوية نحصل على نسبة 100% من النجاح، وهو أمر يؤكد ضرورة الاستمرار في تحفيز هؤلاء التلاميذ على مستويات المقبلات في الحياة الجامعية وتمكينهم من كل سبل لتجاوز كل العقبات التي قد تعترضهم من جهة، وبطبيعة الحال تؤكد على ضرورة الاهتمام بفتح آفاق جديدة في مجال التربية والتكوين والتعليم والتأهيل والتشغيل. النتيجة كانت بالمجهود ديال الخاص وبالمجهود ديال الوالدين ديالي والإخوة ديالي وحتى الحارس العام ديالي اللي وقف معايا، تنشكرو في هذا المنبر. وبعد حصولي على هذه النتيجة الصراحة كان إحساس لا يوصف، لأنه الضرب تمر على واحد الحاجة وتشوف النتيجة ديالها إحساس لا ما قدرش توصفه. وإن شاء الله بعد البكالوريا ما كانش شي توجه محدد، ولكن إن شاء الله إذا كان شي حاجة من طرف المنظمة خير كبير. أنا الصراحة جد سعيد اليوم في التواجد ديالي في هذا المكان، صراحة هو شرف لي أنني نكون من تلاميذ المتفوقين على صعيد الوطن بالنسبة للفئة المكفوفين. كنبغي نشكر المؤطرين الأدبيين والإداريين ديال المؤسسة محمد الخامس لإنقاذ الضرير على التوجيه ديالهم والدعم ديالهم لينا في طيلة المسار الدراسي ديالنا. يمكن ندفع للأوروميد ديال التراديكسيون، وان شاء الله الا كان يمكن ندير علوم سياسيه. فرحانه بهذا التتويج وفرحانه حيتاش يعني كان من الاحلام ديالي انني نحصل على معدل يكون مشرف، وكنت باغا يعني ميزه حسن جدا في البكالوريا. والحمد لله بالمجهود ديالي وبالتشجيع ديال الاسره ديالي وبالدعم ديال الاساتذه والاطر التربويه قدرت نحصل على المعدل اللي كنحلم به. وانا فرحانه وكنبغي نقول لاي واحد مقبل على سنة الإشهادية سواء كانت السادس ابتدائي ولا الثالثة إعدادي ولا البكالوريا، ما تخافوش، هي سنة عادية كيدوزوا سنوات بحال كاع الأعوام، غير خاصكم أنكم تكونوا يعني متسلحين بالعزيمة بالإرادة بالإصرار وتخدموا وتبداو من الأول وما تخليوش يعني الدروس يتراكموا عليكم، وإن شاء الله كل شيء غيكون مزيان وتقدروا توصلوا لكاع داكشي اللي بغيتوا، غير يكفيكم عندكم الطموح والإرادة وحتى حاجة مستحيلة.